لك ايش بي ولك ما تستحون ولكم الله ما تخافونا. اسبوع صدرت وتشكر قناة الرشيد جزاها الله خير ان لبنان يوقف تصدير البصل للعراق. اللبنان يصدر بصل للعراق لانه ارتفعت اسعاره بلبنان. البصل مستوردينه سؤد بوجوهكم سؤد بوجوه سود الله وجوهكم لا رضي الله عنكم ان شاء الله. البصل تستوردونه من لبنان ولبنان قاطع الاستيراد لانه العراق يستورد بصل. هسه النوب حتى شهاداتنا شهادات ولدنا هسه النوب اكثرها كلها من لبنان. هسه النوب هاي كلها جايبه دكتوراه من لبنان. هسه شلون هاي يعني الدكتوراه من اهل البصل شلون والله ما ادري شلونها هسه والله العظيم هسه ما حد انفش منين جايب الدكتوراه مالتك من دوله اهل البصل زين ليش هيك ليش تخافون الله سبحانه وتعالى. العراق يستورد بصل يفلح من دي يشتغل مو كنا وياكم احنا وياكم اخوان احنا مو كان عندنا هاي ماده اسمها ماده الزراعه المعلمات الله يرحمهن وراحت الرحمة الله والباقي الله يطول بعمرها مو كانت علمونا نجيب شيشة ونجيب النقوطية ونزرع بها البصل يسمونه من ضمن الأعمال الفنية. لك ايش بي ولك ما تستحون ولكم الله ما تخافونا. أأمنتم مكر الله أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ولكم انتم ناس تخافون الله ولكم انتم امنتم مكر الله. عم انت خالي وزير زراعه جاي تشتغل خالي وزير زراعه جاي تشتغل اذا انت بصل تستورد ده تسوي ده تسوون ماذا تفعلون. هي هذه هي هاي المرجيه فيكم هي هذه المرجيه. انا والله اقتراحي للحكومه اخواني اقتراحي للحكومه بس الحكومه راح تسمع. انتم ليش تستوردون البصل؟ زين ليش ما تستوردون اللي زرعنا البصل؟ احسن والان انا اقول لكم اكفيكم البصل، خلوهم ما يزرعون يمنا، استوردوا لنا اللي زرعنا البصل احسن لكم والله. اللبنانيات لك شو هيدا حلوه وبصل حلو ولذلك انا اقول والله ولدنا شو هذول ما يعين، بار ياكلون هذا البصل اللبناني وتدري هذا مشكنا ومرتب ولذلك حتى ولدنا ما عاو. فاستوردوا امهات البصل احسن لكم. والبصل هنا مضمون. هذا احسن اقتراح. يعني ليش جايبه وحاطه بتريله وخاف يخيس وخاف يتلف واحسن لكم يا اخواني. اقتراحات غير الحكومه. لذلك هذه ماساه يا اخواني.